أوضح معالي وزير الإسكان أنه من المتوقع أن تبلغ المساعدات الإسكانية خلال الخطة الخمسية المقبلة ما يقارب 400 مليون ريال عماني. الحكومة الأسترالية تثمن جهود السلطنة في العثور على مواطنها المفقود في اليمن منذ أكتوبر الفائت ونقله إلى السلطنة تمهيلاً لعودته إلى بلاده. مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، حماية المستهلك تكثف جهودها في مراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوفير السلع بكميات كافية. قيادة شرطة محافظة الظاهرة تلقي القبض على آسيويين بتهمة تزوير أختام في شهادتي فحص طبي لعاملتي منزل. القبض على 3 مواطنين لقيامهم بسرقة 12 رأس غنم بولاية الخابورة وبيعها في اليوم التالي في سوق المواشي بولاية صحار.